ينضم إلينا مراسل الغد من تونس ياسر دبابش ومن بنغازي عبد العزيز الفخري. أبدأ معك ياسر، يعني على أي أساس تم تمديد الحوار إذا كانت هناك خلافات؟ هل هناك أمل في حل هذه الخلافات؟ سينار الحوار الليبي الداخلي منعقد منذ أيام في العاصمة التونسية برعاية أممية خالصة وبحضور مباشر من المبعوثة الأممية إلى الدعم في ليبيا بالإنابة طبعا ستيفاني ويليامز التي باتت متفائلة جدا قبيل انطلاق أولى الجلسات. حتى هذه الساعة ما اتفق عليه المشاركون هو فقط توزيع مناصب السلطة التنفيذية، هناك توافق مبدئي لكن حول آلية اختيار أعضاء المجلس الرئاسي والحكومة، حكومة الوحدة الوطنية المرتقبة، لم يتم التوافق على ذلك. إرجاء الحوار لأيام أخرى يأتي في ظل وجود خلافات وتباين في وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين الليبيين حول آلية اختيار أعضاء المجلس الرئاسي والحكومة، وأيضا حول صلاحيات أيضا المجلس الرئاسي. طبعا نحن نتحدث تفضل ياسر. طيب يبدو أن هناك مشكلة في التواصل مع ياسر. أتحول إلى عبد العزيز الفخري من بنغازي، آخر المستجدات وهل هناك ردود فعل لما تم إحرازه وما يعني يختلف بشأنه؟ نعم، عطفا على ما تفضل به الزميل ياسر في تونس بالتحديد، فعلا الآن وكما ذكرنا أيضا في مراسلة سابقة بأن الآن يوجد تعذر فعلا على إعلان الأسماء الآن التي سوف تشغل المناصب سواء كان في المجلس الرئاسي وكذلك في الحكومة الانتقالية القادمة لعدة أسباب، من أبرزها مسألة المعايير وعدم التوافق على الشروط وكذلك مسألة الدستور. أيضا أمر آخر وهو ضغط جماعة الإخوان المسلمين على ضرورة أن يتم إلاء مسألة الدستور هي الأولوية القصوى قبل الحديث حتى على مسألة الحكومة القادمة والمجلس الرئاسي. لعل هذه أبرز الخلافات التي تصل إلينا وتردنا بشكل مباشر من مصادر لنا خاصة وموثوقة نتحفظ عن ذكرها في تونس بالتحديد. إذا إلى هذه اللحظة وما يتم في تونس له أصداء وتداعيات مباشرة على ما يتم الآن وما يجري أيضا في ليبيا من خلال ردود الفعل سواء كان على الصعيد النخبوي أو كذلك على الصعيد الشعبي في ليبيا. ستيفاني ويليامز قد أعلنت كذلك في ساعات متأخرة ربما في يوم أمس بالتحديد، تحدثت عن أن ربما يتم تمديد الحوار وملتقى الحوار السياسي إلى ربما 3 أو 4 أيام إضافية إن لم يتم حسم مسألة تشكيل المجلس الرئاسي والحكومة القادمة وكذلك باقي المناصب السيادية المتعلقة بالسفارات والوزارات، وهو سوف يكون من ضمن الملاحق التي سوف تذهب بعد ذلك من ملتقى الحوار السياسي في تونس. ربما سوف يتم ذلك إن لم تحسم في هذه الساعات، ربما اليوم أو في الغد. إذن هي ساعات مفصلية في هذه الظرفية الحساسة وفي هذا التوقيت بالذات الذي تمر به البلاد. ستيفاني ويليامز كانت حتى قبل انطلاق ملتقى الحوار السياسي في تونس كانت تتحدث على أن الآن يجب أن يتم توحيد المؤسسات وإنهاء التدخلات الخارجية، وهنا نقطة غاية في الأهمية عند التحديث عن التدخلات الخارجية. يجب الإشارة بشكل مباشر للدور التركي السلبي المتدخل في ليبيا وكذلك مسألة دعم طرف معين وهو المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق غير الدستورية غرب البلاد بالمرتزقة وكذلك توقيع الاتفاقيات الأمنية والتجارية والعسكرية. هذه الاتفاقيات الأمنية والعسكرية هي شرط لأعضاء الحوار المشاركين الآن في منتدى الحوار السياسي في تونس الممثلين عن تيار الإسلام السياسي وكذلك من ينوب عن حكومة الوفاق في تونس أن تستمر ولا يتم التطرق لها حتى هذه اللحظة. قمعنا عبد العزيز، أعود مجددا إلى ياسر دبابش من تونس. ياسر، كنا نتحدث عن أبرز النقاط الخلافية، هل لك أن تجمل لنا هذه النقاط وفرص التوصل إلى توافق بشأنها؟
نعم، يعني أكثر النقاط الخلافية بين الفرقاء السياسيين الليبيين في الحوار الليبي الداخلي الجاري حتى هذه الساعة في العاصمة التونسية برعاية أممية حول آلية اختيار أعضاء المجلس الرئاسي والحكومة، حكومة الوحدة الوطنية. هناك خلافات ما بين الفرقاء السياسيين الليبيين حول آلية اختيار أعضاء المجلس الرئاسي وصلاحياته كذلك، والفصل ما بين صلاحياته وصلاحياته حكومة الوحدة الوطنية المرتقبة والأسماء ربما المرشحة لقيادة هذه المناصب. طبعا المجلس الرئاسي والحكومة الليبية المرتقبة هما من سيقودان المرحلة الانتقالية وصولا إلى صندوق الاقتراع، انتخابات عامة برلمانية ورئاسية في شهر ديسمبر من العام المقبل وفق الخطة التي وضعتها الأمم المتحدة، خارطة الطريق التي وضعتها أمام الفرقاء السياسيين الليبيين. ربما تكون الساعات القليلة المقبلة حاسمة، لكن هنا سينار يجب أن نستذكر بأن ستيفاني ويليامز ربما كانت على دراية بأن هناك سيكون تباين في وجهات النظر، وأعلنت قبل ساعات بأنه سيتم تمديد جلسات الحوار إلى بضعة أيام أخرى في العاصمة التونسية. إذن نحن هنا لا نتحدث ربما عن اختتام هذا الحوار اليوم، سيكون صعب هذا، لأننا علمنا أيضا من مصادر مقربة من عدد من الشخصيات والقيادات الليبية المشاركة في الحوار وعددها يقدر ب 57 شخصية بأن هناك جلسة حوار جديدة اليوم بين الفرقاء الليبيين برعاية مباشرة من المبعوثة الدولية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، التي كانت كما أشرت سابقا متفائلة إلى حد كبير، سيما بعد توصل لوقف لإطلاق النار بشكل دائم بين الأطراف الليبية. لكن هناك تركيز على أن يتم يعني وأن تكون مخرجات حوار تونس الجاري مرتكزة على مخرجات مؤتمر برلين. إذن نحن أمام توافق وأيضا أمام خلافات ربما يجوز وصفها بالحادة، سيما حول آلية اختيار أعضاء المجلس الرئاسي والحكومة والتوزيع بالنسبة للأقاليم داخل القطر الليبي. يعني هناك أيضا الجغرافيا ما فهمناه تلعب دورا مهما في الخلافات القائمة الآن بين القيادات الليبية والذين يمثلون قوى سياسية وعدد من القبائل الليبية إضافة لنشطاء من المجتمع المدني. لكن سينار بكل الأحوال يبدو بأن هذا الحوار سيبقى متواصلا لبضعة أيام، ونحن ننتظر تصريحات من الأمم المتحدة وبعثة الدعم إلى ليبيا تحديدا. ونستذكر هنا بأن المعلومات حتى هذه الساعة في تونس شحيحة، ربما الزميل عبد العزيز لديه معلومات أوفى. نعم. إذن من تونس ياسر دبابش ومن بنغازي عبد العزيز الفخري مراسل الغد، شكرا جزيلا لكم.